على عيونك يا زينة حلم مذبوح، وكل عينك دمعها بس ما بكيتي. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي دعيني، ما بال لومك في الهوى يغريني. لا تحسبي أني للومك سامعون، إني إذن في الحب غير أمين. بيني وبين الحب عهد كلما رام العواذل نقضه تركوني. ألبسته ثوب الوقار تجملا كي لا ترابي حالة المجنون. إن جن خل العامرية يافعا فلقد جننت ولم يحن تكويني. الحب هذا لا كمن تاهت به في الغيب سود ثوائب وعيوني، لا في سعاد ولا رباب، وإنما هو في البقايا من بني ياسيني. إبلي الحب هذا لا كما انتهت به في الغاي سود ذوائب وعيوني. هيهات ذكرك يا مرابع كربلاء، بعد الزمان وقربه
ينسيني ما أنت إلا روضة ممطورة بدم الأحبة للسحاب الجوني. تقصد من أقصى بلاد شيخ الجعفرية لا وين يا زوار قالوا الغاضري. شوفون على الفضائيات طلعوا المشايخ واستعديتوا ان شاء الله تروحون الله يرزقكم زيارته. لا وين يا زوار قالوا ارض لطفو نزور الذي ظلاو بلي روس وجفو وحسين مرمي والعوادي فوقه الطوف شالوا براسه ظلت الجثة رمية. ما يصيح الماتم الليلة وجاي أذكركم بكربلاء. وويلا لوين يا زوار قالوا نزور الحسين ونقبل العطايا يا يا اب ونغفر الخد ونطوف حول القبر ونهل دمعة العين ونصيح كنا يا غريب الغاضر. وبعد الزيارة تروح وين للحاير الشيعة من مشهدك تطلع وتقصد للشريعة تزور القمر الأزهار أبو جفوف القطيعة شيال بيركم وليث الغاضرية. أين الصارخ لحسين إذا الله وفقك ورحت وصلت لك كربلاء؟ اذكرني بها الأبيات غفر الله لك. إذا شفت كربلاء وتربته قل يا كربلاء اش سويت بالوالي وحريمه وروعت بعدك شم يتيم وشم يتيمة وحتى المهور من فعلتك صاح الظليمة ولا من شاف ابو اليمة على حر الوطية ولا يا كربلاء يم البلاء وين العذر وين عباس عندك قطعة ويش مالا وليمي ولا وبتربتك لخيول داست صدر الحسين ومن عقب رضا نهتك خدر الهاشمية مالك عذر عند البتول او ساير النار فيك انذبح جسام والاكبار وعبا وصدر باليمة بتربتك بالخيل ينده وبتربتك حرقا وخيام الفاطمية ولاه ولاه برض المدينة روضة
هاي قراية عتيقة من علي بن فايز الله يرحمه، يتذكرون هالشياب القدامى. برض المدينة روضة وبغداد فيها روض، وانت عليهم فزتي بالجثة المرضو، أين الصارخون والمتفجعون حسين؟ لكن الأمر لله. والعاقبة للمتقين. قال مولانا الإمام الباقر عليه السلام: أوصيك بخمس، إن خانوك فلا تخن، وإن ظلمت فلا تظلم، وإن كذبت فلا تحزن، وإن ذممت فلا تجزع، وإن مدحت فلا تفرح. مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. أيمتنا سلام الله عليهم قادة البشرية كلهم عندهم وصايا من مولانا الإمام علي لحد مولاي الإمام العسكري، وصايا مخطوطة. قل لي ليش ما بديت من رسول الله؟ رسول الله ما خلوه يكتب وصية، وما تغيب عليك هاي، راد يكتب صلى الله عليه وآله. تعال أنطيك فرد معلومة حتى تعرفون إحنا ليش ندق على هذا الوتر. يعني اليوم إذا جنابك تروح إلى دائرة من الدوائر وعندك معاملة، إذا توقيع واحد ما تتوقع مثلا من هاي المراحل اللي تمر بيها، توقف لو ما توقف ما تمشي. شو تقول بالله عليك إذا جناب رسول الله وقوله وفعله وتقريره كل حجة من قبل السماء؟ زين هذه شقد أهميتها اللي راد يكتبها ويخطها بإيده روحي فداه من أو. والعجيبة هذه في أصح كتب المسلمين موجودة، بس ما أدري. يقول قام إليه رجل، ما أدري من هذا الرجل، منع أي منع. هسا أنت رد علي قل لي ليش ما النبي قال لا أنا ما أهجر، أنا وعي عندي، أنا فكري عندي، جيب خل أكتب لكم وصية. ما قدر يقول لهم هكذا؟ بلى. بس ليش النبي ما أصر على الكتابة؟ هاريد من أخواني الشباب يلتفتون لها الخفايا ويحفظون هالعقائد. تدرون إيش راح يكتب النبي بالوصية؟ راح يكتب الأوصياء من بعدي علي والحسن بن علي والحسين بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة قائم آل محمد. وختم من رسول الله. زين هذه إذا جبتها وراوتها للي ينكر ولاية الإمام علي، يا بهاي الأوصياء النبي أوصى بهم؟ يقول لك نعم هذا خط النبي، هذا ختم النبي، ما نقبلها. ليش ما تقبلها؟
قال لأنه القال ما يكذب يهجر، كتبها هو يهجر، ما مقبولة. لذا النبي حمى نفسه وحمى الإسلام من هاي الكلمة الخطرة، خلاها محدودة بس في داره، قيلت وانتهت، حتى لا تصير بلي يعني يداولونها المسلمين ويقبلونها أن النبي كان يهجر. مشكلة كبيرة. وأنا أستغرب، يعني إحنا كل سنة نتأذى ونطلع أو نسوي مظاهرة على الغرب ونقاطع الدنمارك لأنه يسوون كاريكاتير على رسول الله. يا عم، هي الإساءة في كتب المسلمين على رسول الله، ومو بس هاي وانتهت. فنأمل نأمل من المسلمين أن يعيدوا النظر في الكتب مرة ثانية، لا تكون إساءة. يعني المصيبة احنا عندنا رواية في الكافي، وهسا مو محل أنا أشرحها، ولكن والله وضوحها وصحتها مثل هذا الضوء، خو ما حد ينكر هذا الضوء. رواية في الكافي، هاي مولانا بالكافي الرواية شرونا على الجبال وعلى الأشجار ويضحكون على الرواية علينا احنا. رواية اللي النبي حكى وياه بلي عفير أو يعفور حمار النبي، التفت له وقال له يا رسول الله تدري أنا ليش صرت الآن بخدمتك أحملك على ظهري؟ مو هاي أكرمكم الله، الحمير لما التمت بعهد نوح والنبي اختار جدي، قال أنت تركب لأن أنت مقدر في صلبك يطلع واحد، الله مقدر هكذا تقديرات الله تنكرها أنت أن يصعد على ظهرك رسول الله؟ هالرواية المسلمة ثم ما تثبت عقيدتنا احنا، موجودة بالكافي ليل نهار يضحكون بها علينا. تضحك لكن عندك أنت من شر البلية ما يضحك ويبكي. دور في كتبك يا أخي، هذا لما يسيء إلى رسول الله يدري، ممكن باكر راح تحاكم دوليا، عنده أدلة وأسانيد يقول لك هاي في كتب المسلمين موجودة، أنا جاي أسويها. صور والله لما ما قال 14 قرن قبل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تعرفون ليش قالت أسوة برسول الله؟ أنا أسألك اليوم، أنت لما ما تشوف الصهيوني واليهودي يذجر ويقتل ويسكر ويزني، هذا تنسبة إلا لو لنبيه إلا مو تبرأ النبي من عنده؟ كذلك لما تشوف نصراني أو مرة عارية من النصارى تنسبها لمريم العذراء لو تبريها؟ قول لا، مريم مو هيك، احنا نبريهم ما نقول انبياء هم هيك امر، ولكن انا وانت لا، اي عمل اللي نعمله ينسبونه الى نبينا. والمصيبه الان ذول اللي يدعون الاسلام، يذبح المسلم يقول الله اكبر، يقتل الطفل يقول الله اكبر، يهجم البيت يقول الله اكبر. والله عجيبه، والله عجيبه، ما ندري منو كبيرهم حتى نحاكي. يا عمي انت منو تجوز لك؟ هاي عبيد الله، خلق الله، خلق الله. عموما الى الله نشكو، اللهم انا نشكو اليك قلة عددنا وكثرة عدونا. الكلام يجر الكلام، لا ياخذنا الوقت. هاي الكلمات اللي بديت بيها من وصية غنية، الإمام الباقر عليه السلام يوصي بها جابر بن يزيد الجعفي. طبعا هي مو بس لجابر، هي للأجيال كلها، لكن نريد الأذن الواعية اللي تسمع هذا الكلام. يقول له أوصيك بخمس، إن خانوك فلا تخون، وإن ظلمت فلا تظلم، وإن كذبت فلا تجزع، وإن ذممت فلا تحزن، وإن مدحت فلا تفرح. والآن في أكثر مجتمعاتنا إحنا خصوصا العرب، إذا أنا أسيء بحق واحد أخوي شو الغرض؟ يعاقب أخوي، بلي مما الله يأمر ولا تزروا وازرة وزرة أخرى. ابني ما له علاقة، أبوي ما له علاقة، إذا أنا قصرت أنا تعاقبني،
ثم الإمام يقول لا، أنت عامل الله، إذا واحد خان بحقك أو ظلمك لا تعامله بالمثل، مو جنابك من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. أنتوا سمعتوا عن الوالي بالمدينة الأموي ناصبي يكره آل البيت، كان مخلي بالأسبوع مرة هجمة على بيت الإمام السجاد، كون يطبون عليه ويأذونه منتصف الليل. هذا اجى أمر من الأمويين بعزله، عزلوه وقالوا ربطوه على نخلة ممر حتى الرايح والجاي المتأذي من عنده يقتص منه. الوادم اجت والي كان مأذيهم، هذا اللي شتمه وهذا اللي هينه وهذا اللي ضربه وهذا اللي بصق بوجهه، قال أنا هذا كل ما مهتم إليه، أنا أتاني علي بن الحسين شي يسوي بي؟ الأذية اللي أذيتها للسجاد شي يسوي بي؟ شو تقولوا شي يسوي بي؟ ها إمامكم يا مولاي. إجا الإمام صوبة وشال إيده إليه، قال له إنا لله وإنا إليه راجعون. قال هذا بلاء وبشر الصابرين، ردد معاي الكلمة. تفاجأ وصل يم الإمام، قال له ليش أزلوك الأمويين؟ مطلوب لهم تريد أدفع عنك الدين؟ تريدني أتوسط لك لعلي عندي كلمة مسموعة ويرجعونك على منصبك؟ تسمح لي أخذ عيالك أخليهم يم عيالي أحميهم على ما أنت الله يفرج عنك؟ وهو بكى قال له مولاي أنا كنت خايف من جيتك، متوقع منك تضربني، الآن لونك ضاربني أحسن لي من هذا الكلام. مولاي جاي تحكي أنت؟ الآن لو أنك رميتني أحسن لي من هذا الكلام. سيدي الله أعلم حيث يجعل رسالته. شو يقول الأديب؟ نعم جدنا المختار ليس أمية، وجدتنا الزهراء ليست سمية، ونحن ولاة الأمر لسنا رعية، ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم يبطحوا. مو شرط أنا عاملك بالمثل، أنا عامل الله، أنا عامل الله سبحانه وتعالى. يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أنا مطمئن لاحترامي إليك، إذا واحد يعيل علي تجي تقول لي لا بس سامحه أسامحه، شو تقول إذا الله قال لي وقال لك في قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار والكاظمين الغيظ؟ أعفو عن الناس يا عمي، القلب اللي الله يريده سليم. يعني شنو سليم؟ يعني ما بي شيء اسمه حقد وكره وبغض وشحناء. أنت من يمك إذا عفوت عن الناس الله يعفو عنك. الله شو يقول؟ وإن تعفو بعد وتصفحوا، مو بس عفو، اتناساها الأمور خليها على الله. شوف الله شلون يكرمك، راح يشملك حب الله، والله يحب المحسنين. الله يقول إذا عبدي عفى عن عبدي أنا ما أعفو عنه، يعفو عنك الله، وانت ما أحوجك إلى عفو الله سبحانه وتعالى. هالليلة تأمل، إذا أنت بقلبك غيظ بغض على أحد، شايل قلبك على من يمك سامحة، أنت سامحة ولا تقله، لأن أنت ما تريد من عنده، هو تريد من ربك سبحانه وتعالى. وربك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. زين، هاي من ناحية الخيانة، من ناحية الظلم. وإن كذبت فلا تجزع وإن ذممت فلا تحزن. يمكن يا أخواني يا شباب هالمفردة أكثر تريد توجه. إذا قام واحد الآن وذمني بمحضركم، قال لي ها مثلا على سبيل المثال، قال أنت الكذاب كذبني، قال أنت تكذب، الإمام يقول لا تحزن إذا قال عنك كذاب. شوية تأمل، تريث، انطي مهلة، قد 10 ثواني فكر، يا ترى اللي قال لي كذاب صدق انا كذاب لو لا؟
الإمام يقول لي فكر فيما قيل فيك، فكر فيما قيل فيك، فإن علمت ما قيل فيك فسقوطك من عين الله عز وجل أعظم عليك مصيبة مما خفت من سقوطك من أعين الناس. عد أنت زعلت شيئا من الناس طيحوا هيبتك وقالوا عنك كذاب، يقول لا تزعل لأنه حكوا عليك يم الناس، ازعل على نفسك لأنك من زمان طايح من عين الله. الناس لا ترضى عليك، والناس علي من راضي، علي من راضي الناس. اسمع شو يقول الأديب: وما أحد من ألسن الناس سالما، ولو أنه ذاك النبي المطهر، فإن كان سكيتا يقولون أبكم، وإن كان منطيقا يقولون مهذر، وإن كان صواما وبالليل قائما يقولون زراق يرائي ويمكر. فلا تكترث بالناس في المدح والثنى، ولا تخشى غير الله فالله أكبر. مو تختار بالمدح والثناء. الإمام الكاظم يقول للهشام: لو كان بيدك جوزة وقال الناس أنها لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم بها جوزة. قال ما تنفعني. قال له: ولو كان بيدك لؤلؤة وقال الناس أنها جوزة ما كان يضرك وأنت تعلم لؤلؤة. قال له: سيدي كلامك واضح ولكن إلى بواطن. شنو باطن كلامك؟ إيش تقصد؟ قال لها: لو كل الناس قالت لك أحسنت وانت بينك بين الله تدري أسأت، يفيدك الأحسنت مال الناس؟ زين، وإذا كل الناس ما راضي عليك وانت بينك بين الله تدري معاملتك جيدة، كافي لولا؟ شو يقول الأديب؟ فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى هلا بيك والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. لا ترضى الناس سيدي، المهم رضايتك. الله، روحي فداك يا حسين. لما تبكي على الحسين فضلا عن مظلوميته وقدسيته وكرامته وجلالته، هذا كله بجانب، ابكي عليه لانك خسرت واحد يدليك على التوحيد الحقيقي، خسرت واحد يستحق كلمة عبد، عبد لله. وبعد يمكن هاي قليل يحجون بيها، والله احنا لما نبكي على الحسين لأننا نبكي على رحمة الله. شلون؟ حسين مني، مو أحسن حسين مو من رسول الله؟ ورسول الله بتصريح القرآن: وما أرسلناك إلا رحمة. الحسين جزء من الرحمة، فالمسلمين قتلوا رحمة الله في الأرض، بعد شنو نترجى؟ ها، بكاءنا على الحسين على رحمة الله. وهذا العظيم يخاطب الله، قرأت دعاء يوم عرفة يقول له: ماذا وجد من فقدك سيدي؟ يا الله، الذي ما عنده أنت شنو عنده؟ وماذا فقد من وجدك؟ واللي عنده أنت حتى لو ينام بالشارع مو كافي لولا؟ كافي رضايتك سيدي أهم من كل شيء. يقول الإمام الباقر: فكر، خلي عودهن عليك إن شاء الله تحفظهن، ألهمني الله وإياكم الحفظ السريع، وداوم على قراءة هاي الآية: سنقرئك فلا تنسى. إن شاء الله يكون عندك حفظ جيد. يقول الإمام الباقر: أوصيك بخمس، إن خانوك فلا تخن، وإن ظلمت فلا تظلم، وإن كذبت فلا تجزع، وإن ذممت فلا تحزن، وإن مدحت فلا تفرح، وفكر فيما قيل فيك. خير شر فكر به،
فإن علمت ما قيل فيك فسقوطك من عين الله عز وجل أعظم عليك مصيبة مما خفت من سقوطك من أعين الناس. وإن كنت على خلاف ما قيل فيك، أنت مش مثل ما قالوا، شنو هو؟ فثواب اكتسبته من دون أن يتعب بدنك. إذا حكوا عليك هذا الحكي مو بيك، خذ راحتك أنت، الحكي ما يشرمخ ولا يأذي، واللي يحكي وراك هو وراك مش قدامك، لو قدامك ما له غرض بك ما يحكي عليك، هذا يحسدك. وفضلا عن أنه ما عنده دين، إنسانية ما عنده اللي يحكي على الناس. الإنسان بناء الله، لعن الله من هدم. فأنا ما أرد أعترض، إلهي عفوا، بس أرد أقول يعني الله قال إذا تستغابون تأكلوا اللحم ميت، ما ردي أنا، الناس ردت ورا لا يستغابون، قال من تستغابون أخذ من حسناتكم وانطي الزلمة تستغابون وأخذ من سيئاته وانطيكم، الناس هم ما ردوا ورا. بس يمكن إذا أكو غير هالقانون الناس بعد ما استغابوا، شو تقولون لو يقولون كل من يستغاب ننقص من رصيده 20 دينار على كل غيبة؟ هاي يستغابون بعد كان غيبة ماكو بتاحين، تبين عندنا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة. والعجيبة هم أكو فرد نوع جديد، هاي غيبة أنا جاي شوفنها، يقول ربي لا تكتبها علينا غيبة، ربي لا تكتبها علينا غيبة. شوف الميانة ويا الله، أي لا تكتبها علينا. وبدأ مولانا من الشيخ والسيد والمرجع والطبيب والنوب، تعال شوف لي شون يعلل. قلت له عمي ليش تستغاب، شون يبرر؟ يقول ولا غيبة للفاسقين. الله، هاي خافة تغيب على أخواني الشباب. تعرف شنو الفاسق؟ العرب قبل من يجيبون التمر احنا يقول يشبسونه، تعرف شلون؟ ليش؟ إذا ما ينشبس هاي القشرة مالت التمرة تنعزل، يقولون فسقت التمرة، يعني عزلت القشرة من لحمة التمرة. إذا الإنسان ابتعد عن الدين علني، لا مسجد يجي، لا حسينية يروح، لا صلاة يصلي، متجاهر بالفسق، هذه يسمونه فاسق. مو يجي للماتم ويصلي جمعة وجماعة وتقول له فاسق، ما يجوز. اتقوا الله في عباده. وإن كنت على خلاف ما قيل فيك فثواب اكتسبته من دون أن يتعب بدنك. اسمع أخويا لكلام الإمام صلى، يقول واعلم بأنك لا تكون لنا وليا حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك وقالوا إنك رجل سوء لم يحزن كذلك. أنت ما يسمونك شيعي حتى لو التمت كل الكويت عليك وقالت لك أنت مخش زلمة وما تأذيت، مو شرط هذا يسمونه شيعي. أو اجتمع عليك أهل مصرك وقالوا إنك رجل صالح لم يسر كذلك. هلا بالمشايخ، صلوات بي على أصواتكم. أهلا هلا حج سيد بدر، هلا بشيخنا الخزاعي شيخ عبد الأمير، هلا بك تقرون، هلا بجيتكم شرفت مولانا، هلا بكم. لا شك أن الخطباء هم أولى بالمنبر مني، وأنا الامتثال خير من الأدب، معذرة من رسول الله، بارك الله فيكم. يقول حتى لو تلتم عليك ناسك ويقولوا لك أنت خوش زلمة وما تفرح بكلامهم، لو ذموك وانت ما حزنت من ذمهم، هاي ما يسمونك شيعي، ولكن اعرض نفسك على كتاب الله، فإن كنت سالكا سبيله زاهدا في تزهيده راغبا في ترغيبه خائفا من تخويفه فاثبت وابشر. إذا أنت مطبق دستور السماء اثبت وابشر، وإن كنت مبائنا للقرآن فما الذي يغرك من نفسك؟ إذا أنت تدر بنفسك مخالف لكتاب الله بمن مقتنع من روحك؟ يعني أريد أقول لأخواني الشباب، إذا الله يأمر
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. شوف يا نفسك أنت يومية قبل لا يقول الله أكبر متهيئ للصلاة، اثبت وابشر. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض. إيش قد أنا منتهي عن هالنواهي؟ خل أثبت وأبشر. لما الله يقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أنا دا أشوف نفسي أحسن من غيري ومتكبر على الناس، بمن فرحان أنا وما مطبق دستور السماء؟ إذا الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا أنا أدخل بشي ما أعرفه بمن متونس من نفسي؟ وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشيطان. وأنا مبذر بمن أنعان من نفسي؟ إخواني النجاة باتباع القرآن، وهدينا بتأويل أئمتنا القرآن يوصلنا إلى الغاية. غير هذا مولانا هلاك هلاك. اللهم ثبتنا على دينك يا الله، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بل لهذا تشوف إمامك هذا مولاي إشارة للعقول الواعية. ردي قلكم أبو علي أنا قطع رأسي ولكن رأسي على رأس الرمح وما فارق القرآن. ها أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يقول له نعم نعم سيدي لا عجب، رأسك يا ابن رسول الله على رأس الرمح ويسولف يا حسين وويلاه. وطول الدرب رأس الحسين ما فارق عياله إلى أنهى اليوم عيال الحسين خطار خطار بالشام. وشلون ضيافة وشلون كرامة خرابة خرابة الشام. اي بلي. واجت بنية ليزيد اسمها عاتكة، قالت للنسوان أيكن سكينة بنت الحسين؟ قامت سكينة قالت أنا. شنو اللي تردين مني؟ قالت أنا سمعانة عنك أبوك هواية مدللك وحتى يتغزل وياك بأبيات، أحب دارا تحل بها سكينة والرباب، واليوم انت صبحتي اسيره ومسبيه، اريد منك لان اقدر الدلال الطلبين علي طلب حتى اخدمك. سكينه قالت احنا ما نطلب، احنا الناس تطلب من ايدينا، انا بنت الحسين اطلب منك؟ لحت عليها قالت هسا إذا أنت مصرة وتردين تخدميني أريد تجيبين رأس أبوي الحسين، صار لي يومين ثلاثة ما شفته، كان قدامي وأتسلى من أشوفه. راحت الأبوها أبويا مش أنا بنتك وغالية عليك ومدللة؟ قال بلى. قالت بويا أنا قلت السكينة بنت الحسين أبوي ما يرد لي طلب، وتريد رأس أبوها طين رأس الحسين أودي إلها. قالها ترحين الخازن الروس،
خازن الروس عدو لأهل البيت يا شيعة يا سادة المجلس، يريد يأذي قلوب النسوان، ظل ينطيها رؤوس مختلفة تجيب الراس للخرابة، يطلع مو راس الحسين. هسه هناك أمه موجودة، أخته موجودة، ها يضجن بالبكاء، وينك يا الفتلاوي؟ قال ردت موزمة وبذيالها الدوس لبوها وقال روح الخازن الروس، تبين عدو لأهل البيت منحوس، يشيط قلوبهن بالروس باني. تقرأ وياي؟ جابت راس لسكينة ولنة الحبيب وردت وجابت مثن العلي الأكبر وهن تواردن، وما تصيح يا ضيم اللي فاني. شافت راس الولد، انا مزجها قراية عراقية وبحرانية، شيل البيت وياي. صحت وانا عجوزة وشيبة القلب مصابك، بعدك شباب وما تهنيت بشباب، مخضب يا عقلي ومن دمين احرك خضابك، صار فرس عزفافك والمنيع. وويلا ردت راس الأكبر جابت النوب، لأن راس بفاضل المهيو صاح نوي ولطمن زيج كل ثوب، وزينب لا صرت تندب عساني. شافت راس بفاضل الهامة مطرورة، الدم جامد على راسه، اعوذ بالله من عين لا تبكي في هذا البيت. صاحت خليني اعاتب خويا، خليني اسولف لك، اكو موقف مأذيني، اجا واحد يا ابو فاضل سطر عيني، وصارت عين زينب مثل عين امها. وويلا اسولف لك يا اخويا، لو بعد كافي، لو قل لك الصوت الشوى بجتافي، لو قل لك الهسة يا عبس شفافي، لو قل لك بعد زينب ايش ألمها. هذا البيت أكثر يجرح، ولا خادمك أعوده يعلمك حجينا. خليني أعاتب خويا، خليني أسولف لك، أكو موقف مأذيني، اجا واحد يا ابو فاضل سطر عيني، وصارت عين زينب مثل عين امها. تقول له اختك يا اخويا واشرح عليك، والله هالبيت ايش قد مؤلم، واشرح عليك وادرب حميتك ما تخليك، وادريك سهم العين ما ذيك، اقولها ما ذيك يا ابو فاضل، انا لو اكشف متوني وراويك، اي اي لو اكشف متوني اي وراوي. وويلاك
اتكردنا راس ابوي هذا راس عمي ابو فاضل. بالله عليك الان ويدخلون عليك راس الحسين، شو تسوي؟ ها صور نفسك يم بناته وخواته بالخرابه، شلون تصرخ؟ يلا رديت راس ابو فاضل الحنين راحت جابت لها راس الحسين. ما صرخت اين الصارخون حسين؟ صحت زينب يا هلا براسك يا العميد ويا هلال عزنب ليلة العيد. خويا ليش قطعت بينا يا صنديد وعفتنا ويا ناس ويا ناس المشجاويد؟ قامت مرة صاحت يا عاتكة جيبي راسي وليدي، قالت بعد ما حد ضال، قالت بلا ترحيل للخازن تلقين راس طفل عمره 6 أشهر راس وليدي. راحت جابت راس الولد، اخي يمه يا محلى الولد لو قابل امه، امه يا ترى وما تنام لما ما تنومه. وينك يا ام العطيه؟ ابيات على مرامكم يلا وياي. طلعت امه من المصيبه تصرخ بحال فظيع، طفل ومخضب بدمك يا عبد الله الرب. ما تشيل ابيات وياي. رتك التالي زماني لا اظل حرمه وضي، كان ودي تصير سلوى ليت عمري لك فدا، وويلاه ما واحد اللي انصاب من قبل فجيعه، لكن مصابي ما جرى مثل يا شيعه. شفت ابو ذبحه وعلى صدره رضيعه، قدام عيني تعفر بسهم المنيه، يوم الذي شفته يلوج وذوب وحشا، شلت ورحت للقوم منهم اطلب الماء، وجاء السهم من حرمله وتعفر حذاي، ودع على صدري لواها وشبح لي. وهذا بيت الدعاء هديه للاموات ان شاء الله، الماتم كله يقرا البيت وياي. وويلا وابني علي الاكبر من الميدان جاني ويصيح يا ابويا العطش غير الوان، انا وتعذرت لو راح عني ولا لفاني، لكن نظرت على الثرى الثرمية، لو تنظرون شلون جبت يم الخدور جسمه مبضع بالسيوف ودمه يفور، وانا على العباس من الظهر مكسور من وقفتي فوق ضلوعي من حني، وعلى حسين وحزني لك لك على حسين ولا على حسين. حسين بعدك لا هنا عيشون ولا لذة مشارب، ها نحن بعدك يا غريب الدار. تفضلوا بالدعاء. مشايخ.
مشايخنا، هلا بجيتكم. بارك الله فيكم. غدا يصادف ليلة جمعة استشهاد بنت الحسين رقية عليها السلام. بعد المجلس توزيع البركة إن شاء الله، وبعد ذلك مجلس لطم للرادود ميز محمد الخياط. وفقنا الله وإياكم للحضور في هذه المآتم. ارفعوا أيديكم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا كاشف السوء والبلوى يا الله. 10 مرات يا الله 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 يا الله، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أحكم الحاكمين، يا أرحم الراحمين. اطلبوا حوائجكم، ادعوا لي كما أنا أدعو لكم. اللهم وفقنا لكل خير وفقت له محمدا وآل محمد، واحفظ خدمة الدين أينما كانوا، خصوصا المتواجدين منهم سيدنا الموسوي وجناب الشيخ الخزاعي. اللهم وفقهما لخدمة الدين والمذهب ولما تحب وترضى. وإلى من مات على الإيمان، الفاتحة مع الصلوات. الله صل على على عيونك يا زينب حلم مذبوح، وكل عينك دمعها بس ما بكيتي.